نلتقي مجددا وبودكاست مع أعضاء الورشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن التحقيق في الحوادث. هو الهدف منه البحث والوقوف على أسباب وقوع حادث معين أو حادث على وشك الحدوث. طبعا التحقيق في هذا الحادث بيكون له نتائج إيجابية، بحيث أن أنا أقدر أعرف الأسباب اللي أدت لهذا الحادث، فبعد كده بقدر أتلاشى هذه الأسباب، بتلاشى كل العواقب التي يمكن أن تؤدي إلى حادث آخر من هذا النوع أو غيره. أهم الأسئلة اللي ممكن أجاوب عليها أو لازم بالفعل أجاوب عليها جوه التحقيق ده، أن أنا أحدد الشخص اللي تمت إصابته، سواء كانت حالة وفاة أو إصابة خطيرة أو إصابة حتى مثلا طفيفة. بعد كده أحدد المكان اللي حصل فيه الحادث والوقت، طبعا لازم أحدد الوقت. طيب بعد كده أبتدي أحلل بقى الأسباب اللي أدت إلى حدوث الشيء ده أو الواقعة دي. بعد كده طبعا أشوف الكيفية بقى، الأمور ترتبت إزاي ورا بعض فأدت لهذه النتيجة. بودكاست مع أعضاء الورشة. أهم الصفات التي يجب توفرها في الشخص اللي هو المحقق ده، اولا يكون هو عنده قدرة على استجلاب المعلومات المناسبة في خلال الاستجواب اللي بيتم عمله للأطراف اللي شاركت في هذا الحادث. يكون عنده قدرة على التواصل الشفهي، قدرة كبيرة يعني بيجيد الكلام واستجلاب المعلومات. يكون عنده كفاءة فنية، طبعا يكون ملم بالأمور الفنية الموجودة في موقع الحادث، يعني يكون عارف كل الأطراف الموجودة والمعدات الموجودة، وكل هذه الأمور لازم يكون عنده إلمام بها. عنده قدرة على الاستنتاج، يعني يقدر يربط الخيوط ببعض، يشوف مثلا السبب الفلاني والسبب الفلاني، طب ده مع ده اقدر استنتج منهم ايه. طبعا دي امر ضروري جدا يكون عنده، صفة ضرورية لازم تكون موجودة عند المحقق، هي قدرة على الاستنتاج. يكون عنده مهارات تنظيمية، يعني يقدر ينظم المعلومات ويسجلها ورا بعض بترتيب معين، يقدر يؤدي الى شكل متناسق في الآخر، معلومة مفيدة أقدر من خلالها أبني عليها. يكون مهتم بالتفاصيل، لأن التفاصيل دي ممكن يكون هي وراها أسباب كبيرة إحنا نغفل عنها، والاهتمام بالتفاصيل طبعا دي من أهم الأسباب اللي بتساعد بعد كده على الاستنتاج أو بترتب على الاستنتاج. يبقى أنا من خلال التفاصيل الصغيرة دي مع مهارة الاستنتاج هقدر أوصل إلى معلومات دقيقة غير واضحة للجميع. بودكاست مع أعضاء الورشة. مراحل التحقيق أو الخطوات الأساسية عشان خاطر أكون تحقيق كامل، أول حاجة الاستجابة الفورية والتحضير لهذا التحقيق. أعلم الجهات اللي أبلغت عن الحادث أو الجهات المسؤولة عن المكان اللي فيه الحادث إن هم يحاولوا يحافظوا على بيئة الحادث زي ما هي دون طمس أي أدلة موجودة، او مثلا طبعا الكلام ده كله ممكن يستدعي توقف العمل بشكل كامل في هذا المكان، طبعا عشان خاطر اقدر احافظ على كل المعالم بتاعة الحادث عشان اقدر اوصل منها لنتائج دقيقة. سرعة الوصول لمكان الحادث، كل ما كنت اوصل اسرع كل ما هقدر اقف على معالم الحادث بشكل ادق دون تغير في المعالم دي. بودكاست مع أعضاء الورشة. جمع المعلومات، أنا طبعا بعد الوصول لمكان الحادث يجب أن أنا أجمع أكبر قدر من المعلومات. طبعا جمع المعلومات يكون من كذا مصدر، أولا مثلا هنبتدي نستجوب الشهود اللي كانوا موجودين في الحادث اللي هم المصابين وغيرهم. طيب أنا عايز أحصل على أكبر قدر من المعلومات، وليس أن أنا ألاقي شخص معين أخليه كبش فدا لهذا الحادث. طيب بعد كده طبعا بنبتدي نجمع معلومات وأدلة مادية، يعني لو في قطع مثلا في آلة معينة كانت أو معدة معينة كانت موجودة وحصل اصطدام مع حاجة تانية، فأنا طبعا هبتدي أشوف مثلا الأجزاء المتكسرة هنا أو هنا، فطبعا دي أدلة مادية أقدر أجمعها، ولو في مثلا عينات كيميائية حصل انفجار أو أي حاجة من ده هقدر أجمع بعض الأدلة المادية، طبعا دي أقدر بعد كده أحللها واستنتج منها بعض المعلومات اللي هتفيدني. وفي بعد كده طبعا الأدلة الموثقة،
يعني ابتدي ابص على التعليمات اللي كانت موجودة على المعدة دي، او الجدول بتاعها، او شهادة المعايرة بتاعتها، او الكلام ده كله. طبعا لو في صور موجودة لمكان الحادث، لو في طبعا كاميرا مراقبة مسجلة الفيديو بتاع الحادث، كل دي تخضع لبند الادلة الموثقة. فطبعا لازم كل المصادر دي تكون معايا، بحيث ان انا اقدر اجمع اكبر قدر ممكن من المعلومات. بودكاست مع أعضاء الورشة. وبعد كده طبعا لازم اسمح باستئناف الشغل عشان خاطر ما نعملش اي تأخير للمشروع ده او العمل ده. بس طبعا قبل ما اسمح باستئناف العمل، لازم اتأكد ان كل الاسباب المباشرة اللي ادت لوقوع الحادث ده اصبحت غير موجودة في الموقع بشكل نهائي، عشان ما يحصلش الحادث تاني. تحليل بقى الاسباب اللي انا جمعتها، او الادلة والوثائق اللي انا جمعتها. طيب، اولا ان انا لازم وانا بحلل يبقى احط الاسباب دي كده تحت بعضها بالترتيب الزمني، بكون صورة او فكرة عامة عن الحادث وقع ازاي. بعد كده طبعا بنبتدي ننظم الوقائع دي او الاحداث دي منطقيا، يعني السبب الاولاني حصل بسبب كذا، فترتب عليه التاني، ترتب عليه التالت، وهكذا بامشي بيهم منطقيا. طبعا احنا في هذه المرحلة بنمشي ورا المعلومات اللي حصلت بالفعل، وببتعد عن سيناريوهات الغير منطقية. يعني انا برتب الاحداث طبقا لما حدثت بالفعل، ده حصل بناء عليه حصل التاني، بناء عليه حصل التالت، وهكذا. بعد كده هنيجي لخطوة كتابة التقرير او كتابة محضر التحقيق في هذا الحادث. يكون المحضر التحقيق مكتوب باسلوب سهل بسيط مرتب، طبعا يكون المعلومة واضحة جدا، بحيث ان القارئ يقدر يفهم الحادث حصل ازاي دون غموض او دون تعقيد في السرد. لازم ان الحادث يكون واضح جدا لكل الناس اللي بتقرأ، ومفهوم، مكتوب بصيغة منسقة. طبعا عايزين يكون التقرير ده او التحقيق ده بيتضمن حصل كله وكيفية الاستفادة من ده، وان انا حاجة معينة، معلومة معينة، ارفق مثلا جنبها الدليل بتاعها. مثلا لو في صورة، اقدر مثلا اقول ان حصل كذا في الصورة دي، بحيث ان يكون المادة واضحة للقارئ وضوح تام. نلتقي مجددا وبودكاست مع أعضاء الورشة.